جينا بقى في رحلتنا للمطبخ واحنا متحمسين جدا جدا من الاول ان احنا نخش المطبخ بتاعنا. وقبل ما نطبخ ولا نعمل اي حاجه قولوا لي مين بيحب يطبخ ويساعد ماما؟ انا. انتوا الاثنين؟ طب عملت ايه قبل كده؟ انا على طول بساعد ماما في العصير. في العصير؟ يعني انت خبير عصير. ايوه. واحنا جايينك النهارده عشان تعمل عصير جديد تعمله بقى مع بابا في البيت. هي بقى باين عليها ان هي خبيره في الاكل. انت بقى خبيره في الاكل ولا ايه؟ بيقول باين عليكي كده قولي لي. اه. ولا شرب وعصير برضو؟ لا بعمل عصير وليمونات. عصير وليمونات؟ ما الليمونات دي عصير. اه يعني احنا خبره في العصاير يعني. طيب تعالوا النهارده بقى ايه؟ انا اعلمك حاجه ايه تقولها لبابا لما تروح له وتعملها معاه، ايه رايك ياسين؟ ماشي. هنعمل عصير ايه؟ انتوا شايفين ايه قدامكم مكونات؟ انا مانجا. في اورنج. دي مش مانجا، دي اورنج. صح، حط الاورنج. يلا. حطه كده يقلبها كده. الاورنج فيه ايه؟ مين يعرف؟ فيتامين ايه؟ فيتامين سي. برافو، في فيتامين سي. طيب وده ايه؟ ده كرومب. لا كرومب، هنحط مع الاورنج كرومب يا راجل. كانتالوب طبعا. نقوم حاطين الكانتالوب بتاعنا المتقطع. طب اي كوكتيل. كوكتيل، ايوه احنا هنعمل كوكتيل. خبير خبير يعني. ماشي، حلو قوي، مش عايزين دي. طيب وايه ده؟ جزر. جزر، الجزر بيعمل ايه؟ يا قوي النظر والنبي شاطر. ماشي حطينا الجزر كده كوكتيل. ايه وايه وايه؟ جزر وكانتالوب وأورنج. لا مش جزر وكانتالوب وأورنج. طيب ايه بقى هنحطه عشان يبقى لبن. مفيد قوي. اللبن. عملت قبل كده عصير باللبن؟ طيب ينفع تحطي؟ ماشي ينفع جدا تحطي. طب يلا امسكه معاكي؟ ماشي. طيب شطاره حلاوه طعامه. حطينا اللبن. نحط ايه تاني؟ فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ السكر. السكر طبعا. ممكن معلقه يا ست البنات؟ ممكن انحط. ممكن انت تحط طبعا. معلقه اهي. معلقه ورا. ايوه شكرا. يلا حط السكر. حط واحد. ايوه اتنين. ماشي حط كمان. حط كمان ما تسقيني. حلو كده. اوكي ماشي حلو معلقة. كده معلقه معاها بقى تحت هنا وبس كده. خلاص بنعمل ايه بقى يا اولاد؟ بنقفله الاول نتاكد انه مقفول كويس ونقوم حاطينه في الخلاط ونتاكد برضو انه محطوط كويس ونقوم مشغلين الخلاط. يلا يا خبير العصاير. يلا يا استاذ. يومي قوي. تعالوا هنا. اوف هنا تعالى. مين متحمس يشرب ويدوق؟ انا. انت؟ ماشي. اضربه كمان شوية. مين بيحب يبقى في حتت صغيرة كده يشربها وهو بيشربها ياكلها؟ مين؟ انا. انتوا بتحبوا كده؟ ماشي بقى انه نص مضروب. تعالوا بقى نجرب عصيرنا ده ونشوف بقى ايه اخباره ايه. يا سلام يا سلام. بسم الله يا حبيبي. حد قال لك قبل كده انك جميل قوي يا استاذ ياسين؟ ايوه بجد قالوا لك؟ قالوا لك فين؟ المدرسه. المدرسه والنبي انت جميل فعلا. استنى اما ايه ازينه لك بقى واحط لك عليه من فوق ايه نعنعتين كده للتزيين بقى. امال ايه؟ للتزيين بقى كده. تمام شكرا شكرا ما تضايقنيش اكتر من كده. ماشي اهو. ايه رايكم تدوقوا؟ يلا دوقوا. تقدروا تدوقوا دلوقتي. بسم الله. بسم الله حبيبي. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ طعمه برتقال في جزر. كرومب. ازاي انت مصمم انه كرومب؟ والله كانتالوب. غالبا هو مسمي كانتالوب في كرومب غالبا وبيقول عليه كده. ايه ده؟ بنقول عليه في اسكندريه. لا ما بتقولوش عليه في اسكندريه كده. انت بتشتغلني رحت اسكندريه كتير. تقول عليه كانتالوب عادي او شمام لكن مش كرومب. انا متاكده من المعلومه دي وما تشتغلنيش. ايه رايكم تروحوا تدوقوهم ونشوف بقى ايه التانيين الحلوين هيجوا يعملوا ايه معانا النهارده؟ يلا مالك؟ فريده تعالوا بسرعه.